ما حرام الشباب؟ شلون حالك؟ شلون كيفك؟ حياك الله. يا مرحبا. الله يبارك فيك. مرحبا بالعرب في بلدهم وفي مدينتهم بغداد، فحياكم الله. سفير الهل، سفير الهل. بركة بكم رئيس. الله يبارك فيك. شعب العراق
وطلعها وادخل البركة بكل المناضلين والمجاهدين العرب. بارك سلم. الله فيك. سلم السلام سيدي الذي أمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الرئيس القائد المجاهد العربي الكبير صدام حسين حفظكم الله ورعاكم، نقف اليوم أمامكم أخوة في النضال ورفاق درب في مسيرة الكفاح الوطني والقومي والإنساني، ومحبين مؤمنين يفخرون بكم ويزدهون متألقين في حضرتكم، ممثلين للقوى الشعبية والفعاليات العربية التي لبت نداء الحق الذي أطلقتموه سيادتكم، وحجت إلى بغداد الجهاد والبناء والمطاولة والإبداع. بغداد الوقفة الباسلة بوجه الظلم وطغيان وتآمر الطاغوت الإمبريالي الأمريكي والصهيوني. بغداد العز والأمل الطالع من ليل العدوان الثلاثين الغاشم والحصار الجائر، والمنطلق من في آفاق العروبة الواسعة، نابضا بالتفاؤل والثقة بقيادتكم الحكيمة وبتجربة عراقنا العظيم المتجددة بكم وببنائكم الفريد في أشكاله ومضامينه ومساحته ومعانيه. نقف أمامكم اليوم أيها القائد المناضل والمعلم أجيال العروبة معاني التضحية والصمود والتحدي في أكبر معارك أمتنا العربية المجيدة على امتداد تاريخها النضالي الطويل. نقف أمامكم أيها السيف المجرب والراية المطاولة النجوم دفاعا عن الحق والحرية والعدالة والسلام لكل الشرفاء والأحرار من بني الإنسانية، حاملين لكم ولعراقنا الغالي من خلالكم أسمى آيات الاعتزاز وأغلى التمنيات النبيلة بأن يعينكم الله الواحد الأحد جل شأنه وعلا على انتزاع النصر المبين في معركة الصبر الجميل، معركة مواجهة الحصار الظالم، ومعركة تحقيق العبور الناجز نحو شواطئ المستقبل المجيد. ويشرفنا سيد الرئيس المؤمن صدام حسين أن تتفضلوا بقبول هدية ملايين المناضلين العرب الشرفاء في أقطار أمتنا المجيدة، وهي وشاح صقر العروبة الذي يرمز في شكله العام وهو الشكل المثمن المضلع إلى حروف اسمكم الغالي صدام حسين، والذي يحوي مضامين عديدة في مقدمتها لفظ الجلالة الله أكبر وما يمثله من تبجيل للخالق العظيم، وهو أسمى فاتحة من المدلولات إذ كان العرب والمسلمون يبتهلون به ويتخذون منه مفتاحا للجهاد ضد المشركين، مثلما اتخذ منه سيادتكم مفتاحا للرد العراقي والعربي الحازم على حلف العدوان الأمريكي الصهيوني الأطلسي في المنازلة التاريخية الكبرى أم المعارك الخالدة. وقد اختارت القوى الشعبية العربية أن تتوسط الوشاح صورة صقر عربي في وضع شموخ وقوة تعبيرا عن رمز المجاهدين القائد الملهم صدام حسين، وهو أي الصقر العربي سيد القائد الحبيب، إذ يتوسط خارطة الأمة العربية ويبدو في مركز إشعائها، إنما يجسد العملية التلاحمية بين القائد الضرورة وبين الأرض العربية الأم التي أنجبت هذه الولادة التاريخية، بين سيادتكم وبين أمة العرب المعطاء الواحدة ذات الرسالة الإنسانية الخالدة. وتتدلى من جانبي رقبة الصقر العربي الرايتان العراقية والعربية لتلتقيا في مركز واحد متمثلا برمز القلب، دليلا للمحبة والاعتزاز والمصير الواحد، وتأكيدا لأمانة العرب وثقتهم الثابتة بأملهم المنشود. إذ توسط القلب نقش بالذهب على الأرضية الخضراء بحرفي صاد حاء اللذين يرمزان إلى الاسم الكريم صدام حسين حفظه الله. وخلف الصقر العربي تظهر شمس ينتشر منها
17 شعاعا ترمز لثورة 17 30 من تموز العظيمة التي قادها حزب البعث العربي الاشتراكي، وترجم أهدافها السامية أمل المناضلين العرب والخيرين القائد المنصور بالله صدام حسين. إن ممثلي القوى الشعبية العربية المشاركين في المؤتمر الرابع للقوى الشعبية العربية الذي انعقد في بغداد العروبة والصمود والإبداع تحت شعار رفع الحصار عن العراق تحرير لإرادة العروبة ورد حازم على التحديات الإمبريالية والصهيونية، إذ يوشحون سيادتكم بهذا الوشاح وشاح صقر العروبة، فإنهم إنما يوشحون من خلالكم شعب العراق الصامد المجاهد الصابر المبدع الوفي، ويوشحون من خلالكم ملايين المناضلين من أبناء أمة العرب الذين انتموا عبر انتمائهم إلى عشرات الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والمهنية والنقابات والفعاليات المختلفة إلى خندق الإيمان ضد خندق الكفر والطغيان. نسأل الله تعالى أن يسدد خطاكم على شواطئ النصر والعبور، وأن يعزكم دائما ويعز بكم العراق والأمة العربية، إنه هو السميع المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك فيك وسلم. بارك فيك وسلم. الأخ الرئيس ابن الشعب والثورة، ابن فلسطين والأمة العربية، فخر العراق، عراق فخر لكل أمتنا العربية من الماء إلى الماء كما يقول إخواننا المغاربة، ومن المحيط إلى الخليج كما نقول نحن المشارقة. والعراق كما تواعد مع الأمة العربية عندما بدأت حالة تدهور دفع لها بقوة المرتد السادات بانفراده وتفرده الاستسلامي متجها إلى القدس المحتلة، كان فارس العرب، جمع العرب، قمة العرب تعبيرا عن ضمير الأمة العربية من الأقصى إلى الأقصى، بقمة صمود باسلة أعطت مدا لكل شعوبنا لكل أمتنا على امتداد سنوات طويلة، برغم كل محاولات إغراق العراق بحروب جانبية لا تصب بالحرب الرئيسية مع عدونا الإسرائيلي التوسع الصهيوني مع قوى الإمبريالية. عراق الصمود مكن لشعب فلسطين للأمة العربية محاصرة تطويق كامب ديفيد، منع تعريبه، منع تعميمه على الجبهات العربية الأخرى. والعراق، عراق الصمود عندما وجد نفسه محاصرا بقوى العدوان الأمريكان الأطالسة الأبالسة، صمد لقوى العدوان بكل ما ترتب على هذا الصمود العظيم. وفي هذا السياق عندما وجهوا الضربات للعراق الكبير حاولوا تقييده، مزقوا التضامن العربي، استنزفوا الطاقات العربية، الكثير منها جعل من أراضيه من سمائه ميادين للعدوان على العراق الكبير. عند ذاك وقع الاختلال في المعادلة العربية العربية، فكانت فلتة مدريد ثم انقلاب أوسلو الذي جعل كل القدس
مفتوحة للتهويد كل الضفة الفلسطينية وقطاع غزة لزحف الاستيطان، وجعل من كل الأرض الفلسطينية أرضا متنازع عليها، هل هي حقا لشعب فلسطين للأمة العربية أم للتوسعية الإسرائيلية الصهيونية وحماتها الإمبرياليين. أسقط كل الشعب اللاجئ على امتداد 50 عاما من النكبة، وفوق هذا كله شكل أوسلو الانقلاب الكامل على ائتلاف قوى شعب فلسطين بكل طيفه الأيديولوجي والسياسي والتنظيمي، بكل قواه المناضلة والباسلة، بكل شخصياته الوطنية المعطاءة الأدبية الروحية الاجتماعية السياسية، انقلابا شاملا دمر الوحدة الوطنية لشعبنا، مزق الداخل على الداخل، مزق الخارج على الخارج، ومزق بين الداخل والخارج. فاتفاق أوسلو يسقط كليا أن هناك شعبا فلسطينيا واحدا موحدا له الحق بتقرير المصير والاستقلال وللاجئ الحق بالعودة، ومزق كل مؤسسات منظمة التحرير الائتلافية، المجلس الوطني، المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية، مزقها كلها، لأن انقلاب أوسلو أراد أن يأخذ جناحا في الحركة الفلسطينية كما أخذ السادات جناحا في الحركة المصرية، مرتدا على مسار ثورة شعب مصر. هنا أوسلو ارتد على مسار ثورة شعب فلسطين والعلاقة الحية بين شعبنا وأمتنا، بين الوطني والقومي. وهكذا حصدنا المر كل المر، فالعراق الذي ائتلف عليه حفر الباطن تحت العدوان تحت الحصار، العراق الذي أعطى رافعة الصمود الكبرى عام 78 ومنع كامب ديفيد من التعريب والتعميم، هذا العراق لفترة مؤقتة حاولوا إبعاده، ومن هنا انطلقوا لمحاولة جديدة من أجل فرض الاستسلام بكل أشكال حلولها على شعبنا على أمتنا العربية. اليوم شعبنا من القدس من الأرض الفلسطينية المحتلة في الشتات حيثما كان، شعوب أمتنا العربية تلتئم معكم بجانبكم مع العراق بكل ما يعني العراق، عراق التاريخ، عراق الزمان، عراق المكان، عراق الثورة، التراث، عراق المجد إلى الأمام إلى الكرامة تحت الشمس. اليوم كلنا ضد هذا العدوان الحصار، لأننا ندرك جيدا أن كسر الحصار عن العراق سينجد فورا شعب فلسطين، شعوب الأمة العربية، لوقف مسار أوسلو وادي عربة، ومن جديد استئناف مسيرة النضال الوطني والقومي وصولا إلى الكرامة إلى الشمس، إلى إجلاء العدو عن جميع الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، عن القدس، إلى انتزاع حق شعب فلسطين بتقرير المصير والاستقلال واللاجئ بالعودة، انتزاع حق أمتنا العربية بكل ترابها المقدس المحتل، انتزاع حق أمتنا العربية باستئناف المسار نحو التقدم إلى الأمام، نحو المشروع النهضوي القومي الوحدوي الديمقراطي التقدم التحديثي. نحو هذا كله كان العراق في الزمان والمكان، نحو هذا كله كان العراق ولا زال الحديث، نحو هذا كله نضغط لكسر الحصار، ونقول بلغة واضحة أن الحصار قبل أن يكون أمريكيا فالحصار حول العراق حصار بأنظمة عربية لا دخل للشعوب العربية بها. إذا كسروا الحصار هذه الأنظمة عن العراق ينهار الحصار، وكذلك الحال بليبيا، وكذلك الحال على شعب فلسطين. ومن هنا نقول نضالنا يتفعل لكسر الحصار عن العراق، نضالنا في إطار المؤتمر الرابع لاستيلاد
الائتلافات الوطنية العريضة في كل قطر من أقطارنا العربية حتى تضغط بالشارع مع الجماهير على الأنظمة من أجل رفع الحصار عن العراق كسره، ونقول لهم تفتحون جسورا كثيرة، حوارات، مفاوضات، اتصالات، أشكال من التطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي لم ينفذ ولا قرار من قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، بينما العراق الذي نفذ الكثير الكثير من قرارات مجلس الأمن المفروضة عليه، مع ذلك الحصار للعراق ورفع الحصار عن العدو الإسرائيلي الكيل بمكيالين، كما تكيل أمريكا بمكيالين، تكيل عديد العواصم العربية بمكيالين. نقول بلغة واضحة لا للحصار على العراق، كسر الحصار بكسره عربيا، كسر الحصار وإنهائه بإنهائه عربيا، وعلى شعوبنا أن تأخذ مكانها في الزمان والمكان دفاعا عن رفع الحصار عن العراق كسره، لأننا بحاجة إلى العراق، ونحن شعب فلسطين الصغير الذين عرفنا فروسية العراق في الليلة الظلماء نفتقد الآن البدر الكبير، لأننا على موعد معه، لأننا ندرك جيدا أن القدس، أن الأرض الفلسطينية المحتلة، أن أرض 48 التي وصلتها صواريخ العراق، صواريخ صدام حسين، صواريخ الحسين، صواريخ العباس، بحق دفاعا عن حق الأمة العربية، هذا العراق الكبير في القلب، في العين، في العقل، شعوبنا تتطلع إليه، شعب فلسطين يتطلع إلى معشوقه، شعب العراق، دور العراق، بطولة العراق، على هذا الدرب جميعا نناضل لرفع الحصار عن العراق، لأننا ندرك جيدا وقف مسيرات الاستسلام والانهزام من كامب ديفيد إلى أوسلو إلى وادي عربة إلى ما هو آت بفك الحصار عن العراق بكسره. على هذا الدرب فعلنا ما استطعنا وسنفعل ما نستطيع، غيرنا لعب دورا تخريبيا أدركه جيدا بالعناوين والأسماء، ساعينا إلى الإدارة الأمريكية وساعينا إلى عواصم عربية معينة تنتمي إلى عالم الأبالسة لتعطيل كل الجهود الممكنة لكسر الحصار عن العراق، لكننا على ثقة كبيرة أن عراق الشعب، عراق البطولة والمجد، على ثقة كبيرة أن أمتنا العربية الماجدة لا يمكن إلا أن تنتصر وإن طال السفر. وعلى هذا الدرب كان شعارنا لا بد من بغداد وإن طال السفر. بورك بكم، بورك بالعراق، بشعبه، بأطفاله، بشاباته، بنسائه، بكهوله، بورك بعراق الصمود، ومعا برغم كل الالتواءات نحو النصر، النصر الأكيد، ولكم البوابة العريضة، فنحن أحفاد الأنبياء، نحن أحفاد صلاح الدين، نحن أحفاد الرشيد، نحن أحفاد كل ما هو خير في هذه المنطقة، وسنكون دائما الورثة البررة. وصدام حسين في المقدمة في الطليعة. أخي الرئيس، شكرا لكم، شكرا للجميع، بورك بكم وبالعراق الماجد، وشكرا. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، أحمل الكثير مما يمكن أن يقال في حضرتك، لكنني أبدأ بآية من قرآننا الكريم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. هذه أمتنا العربية ظلمت على يد أعدائها حلف الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والصهاينة مغتصبوا أرضنا في فلسطين. هذه أمتنا العربية ظلمت بحكام اختاروا أن يسيروا في فلك العدو وأن يرضخوا لهيمنته وأن يكون
تأثير البيت الأبيض الأمريكي على قرارهم أكبر من تأثير شعوبهم ومصالح شعوبهم. هذه أمتنا وقد ظلمت ظلما أضاع أرضنا العربية في فلسطين، أخرج مصر من مكانها الطبيعي في قلب الأمة وعلى رأس نضالها لتكون جزءا من المشروع الأمريكي في هذه المنطقة. هذه أمتنا وقد ظلمت، واتفاقات ما يسمى بالسلام وهو في حقيقته استسلام للعدو تطرى من كامب ديفيد إلى مؤتمر مدريد إلى أسلو إلى وادي عربة والبقية في الطريق. هذه أمتنا قد ظلمت بحكام شيوخ ملأتها الشروخ فاستسلموا وأعطوا للعدو ثروة الوطن وقرار الوطن وسلاح الوطن. نحن من قلب هذه الأمة المظلومة، نحن الذين جئنا من كل قطر لنلتقي في بغداد هنا في أرض العروبة على أرض العراق، جئنا ونحن نعلم أي ظلم تعرضت له هذه الأمة، ولكن في نفس الوقت نعلم أن الله على نصر أمتنا لقدير، وهو قدير على نصرنا بقدر ما ننتصر لأنفسنا. وقد تعلمنا من تاريخنا أن هذه الأمة جديرة بالنصر وهي موعودة به، وما يتجلى من حقائق طوال تاريخ أمتنا العربية يعطينا الثقة في قدرة هذه الأمة على النصر. وعندما نقف في حضرتك أيها القائد العربي الشجاع النبيل، فإنما نقف لنؤكد لأنفسنا معنى من معاني قدرتنا على الانتصار، معنى من معاني قدرتنا على رد الظلم. فقد أعطى العراق طوال سنوات طويلة لأمته من وضوح الموقف ومن صحة المبدأ ومن التمسك بحق الأمة ومن الدفاع عن قضاياها القومية نموذجا يرفع الرأس وتتطاول به هاماتنا ونفخر به في كل مكان. كانت وقفتكم وقفة شعبنا العربي في العراق ضد العدوان الأطلسي الثلاثيني، وكانت وقفة كل الشعب العربي من مائه إلى مائه معكم دليلا على أن شعبنا يحسن الاختيار ويعرف مع من يقف. شعبنا الذي لم يمنح حكام الاستسلام أي درجة من الحب وشيعهم بدون دمعة، هو شعبنا الآن الذي وقف معك أيها القائد ووقف مع شعب العراق بمشاعره بدعواته وبما تيسر من دمه ليعبر عن معنى أصيل أن هذا الشعب لا يتخلى عن القادة الذين يعكسون ضمير هذا الوطن ويعبرون عنه. هذا الشعب به جوع حقيقي للكرامة، به جوع حقيقي لأن يتحدى أعداءه ويتصدى لغزاته وأن يقف شامخا أمام الذين يريدون له الركوع. وقد مثلتم في العراق ولا زلتم تمثلون معنى هذا الإباء العربي، معنى هذا الاحتياج في روح كل فلاح مصري وكل أم مصرية وكل شاب من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق إلى أن يجد على أرض أمته من يقول لا خالصة لوجه الله ولوجه هذا الوطن. نحن نفخر بالعراق لأن العراق تمكن من أن يقول لا في وقت أترعنا فيه من كأس نعم التي أذاقنا إياها أعداؤنا وحكامنا معا. نحن نفخر بالعراق لأنه دفع ضريبة لا دفعها من دمه ومن ماله ومن أرواح أبنائه، لكن ما دفعه العراق لم يضع سدى ولن يضيع سدى. ما دفعه العراق هو تحصين لكرامة هذه الأمة، بناء لأساس قدرة هذه الأمة على أن تقاوم، هو بالفعل بنيان صامد
في وجه كل الذين يريدون لهذه الأمة أن تستلب مالا وثروة وقرارا وكرامة وتراثا ومستقبلا. ما أعطاه العراق هو في حبات عيون كل عربي وهو في قلوبنا، ولهذا نظن ونأمل أن يكون ظننا في مكانه بإذن الله أن العراق قد نصر الله ونصر أمته، فحق علينا أن نطمح أن ينصر الله العراق وينصره لنفسه وأمته. سيد الرئيس، أحدثك وأنا قادم من القاهرة وعائد إليه، وأقول لك إن مصر التي عرفتها وعرفتك في أيام نضالك الثوري، مصر تحبك، مصر تقف معك، مصر قلبها معك، مصر بكل ما تستطيع. حملتني أحد الأمهات في شوارع بلدتي الصغيرة بلطيم عندما عرفت أنني قادم من العراق، قالت لي أمانة عليك يا ابني تبص صدام حسين. وعندما قبلتك في بداية هذا اللقاء كنت أحمل مع قبلتي قبلة من أمهات مصريات كثر. مصر التي تعلم أمهاتها أن أبنائهم جاءوا إلى العراق وعادوا بنصيبهم من الكسب الشريف على أرض العراق بدون كفيل، مع حق التحويل، بدون إذلال المصريين. مصر التي كان يشعر كل شاب فيها هنا أنه في وطنه، وأن تعليمات القائد هو أن المصريين يعاملون كمواطنين، بل لهم أولوية في إذا ما تعرضوا لشيء في أن ينصفوا. مصر تحفظ للعراق وتحفظ لك هذا الجميل. مصر تعتقد أنها عندما تقف مع العراق فإنما تقف مع نفسها. أقول هذه هي مصر، مصر التي تحفظ العراق في القلب والعين. لهذا لم يكن غريبا سيد الرئيس أن مصر عندما تعرض العراق للعدوان قد تفجرت في كل مكان بقواها الوطنية وبجماهيرها البسيطة مظاهرات ضد العدوان الأطلسي على العراق. وأقول إن مصر يشرفها رغم أن المظاهرات عمت الوطن العربي من محيطه إلى خليجه أنها كانت المكان الوحيد غير الجبهة، جبهة القتال، الذي سالت فيه الدماء دفاعا عن العراق ووقوفا مع العراق وامتنانا للعراق وحرصا على كرامة الأمة ممثلة في العراق. إنها دماء إخواننا الذين استشهدوا في جامعة القاهرة في مظاهرات الاحتجاج على العدوان الأطلسي على العراق. لازالت مصر سيد الرئيس هي مصر التي عرفتها والتي نعلم أنك تحبها، إنها مصر الأزهر، مصر الفلاحين والعمال، مصر سليمان خاطر وسعد إدريس حلاوة الذين تصدوا للتطبيع، مصر ثورة مصر ومحمود نور الدين، مصر جمال عبد الناصر القائد العربي العظيم الذي سبقك إلى رفع نفس الراية التي ترفعناها، راية النضال من أجل كرامة هذا الوطن. من مصر هذه أتينا وإليها نعود، مملوئين بالثقة في مصر رغم وجهها الرسمي، مملوئين بالثقة في قدرة شعبنا العربي وهو يقاوم في فلسطين المحتلة ويقوم بعمليات استشهادية ترفع رأسنا، فخورين بشعبنا العربي في لبنان وهو يقاوم في جنوبه ويستشهد العدو الصهيوني، فخورين بقوانا الوطنية من المحيط إلى الخليج التي لا زالت تحلم رغم ما يبدو من ظلمة بوطن تتحقق على أرضه حرية لهذا الإنسان العربي، اشتراكية تعدل ووحدة تجمعنا من بعد فرقة. لا زال لدينا الأمل، نحن هذا الجيل من الشباب الذين تربينا على معارك هذه الأمة ضد أعدائها، الذين نشهد العراق الباسل الصبور يقف الآن ليقول لا لكل ترسانة الأسلحة والقوانين والقرارات والإعلام والإشاعات والتجويع. نحن هذا الجيل نريد أن نقول لك سيد الرئيس، نحن مملؤون بالأمل. لم تفلح سنوات الردة الطويلة في أن تجعلنا وقوعيين أو واقعيين أو مستسلمين أو مستعدين للانحناء
أمام جحافل القوى الكبرى التي تريد أن تقتل في هذه الأمة الروح والكرامة قبل أي شيء آخر. ونحن ندرك أن القيمة الجوهرية لوقفة العراق الآن أنها تعطي لهذه الأمة روحا هي أصدق ما تكون تعبيرا عن تاريخها وأصدق ما تكون حرصا على مستقبلها. أعظم ما في وقفة العراق سيد الرئيس أنها تقول لنا نحن قادرون على أن نحلم بالمستقبل، نحن قادرون على أن نأمل في المستقبل، نحن قادرون على أن نقاتل وعلى أن نقاوم. اسمح لي أن أسترجع كلمة جمال عبد الناصر العظيم، وأنا أشهد العراق يقاوم ويقاتل، عندما قال جمال عبد الناصر إن الذين يقاتلون يحق لهم أن يأملوا في النصر، أما الذين لا يقاتلون فلا ينبغي لهم أن ينتظروا شيئا إلا القتل. العراق الذي يقاتل بقيادتك، جماهير أمتنا التي تقاتل في كل مكان يحق لها أن تأمل في النصر. نحن لأننا نقاتل ما استطعنا إلى القتال سبيلا نأمل في النصر، من حقنا من واجبنا أن نأمل في النصر. تحية إلى العراق، تحية إلى كل طفل وطفلة ورجل وامرأة في هذا المكان. نحن نشعر يا سيدي أننا مقصرون في حق العراق، نحن نتمنى لو أعطينا للعراق أكثر كثيرا مما نفعل. لقد بذلنا قدرا محدودا من الجهد، تظاهرنا، سجننا على اسم العراق، جمعنا ما استطعنا من أدوية أو حليب من فقراء بقروشهم في محافظات مصر، قلنا ما استطعنا من كلمة في مؤتمراتنا السياسية، لكن ما أضعف أداءنا أمام وقفتكم العظيمة، ما أقل ما أعطينا أمام ما ينبغي أن نعطي. ولكن على قلة الزاد وعلى قلة العطاء نفخر بأن قلوبنا عامرة بحب هذا الوطن، عامرة بالإكبار للعراق العظيم، عامرة بتقدير المعنى الرائع لوقفتكم، وأننا قادرون بكم بشعبنا في كل مكان على أن ننهض من هذه الكبوة الطويلة، على أن ننتصر لأنفسنا لأننا ظلمنا، على أن نسترد لهذه الأمة قدرتها وحقها في مكانها الذي يليق بها تحت شمس هذا العالم، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة قادرة بإذن الله على أن تستعيد قدرتها، على أن تشع على الأمة هذه الرسالة، وعلى أن تثبت بجماهيرها وقادتها وبمن مقى على العهد ثوريا ممن وصلوا إلى سلطتها قادرة على أن تواجه زحف الأمريكان والصهاينة والتابعين لهم في قصور الحكام العرب. أيها الإخوة، أيها السادة، لعلي أخذت أكثر مما قدرت من وقت ولم أكن أعلم أنني مهيئ أو مطلوب مني الحديث، ولكن اسمح لي من قبل ومن بعد أن أحييكم وأن أعبر عن محبة شعبكم في مصر لكم وعن وقوفنا معكم بكل ما استطعنا. ستنتصر هذه الأمة بإذن الله وسينصرنا الله. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلم لي على المرأة المصرية اللي حملتك السلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سيادة الرئيس، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. إنه لشرف عظيم أن نحظى اليوم بلقياكم هنا في بغداد، قلب العروبة النابض وقلعة الصمود الشامخة، لأعبر لكم باسمي وباسم جماهير الشعب المغربي وباسم جماهير الأمة الجزائرية والتونسية والموريتانية
والليبيا باسم شعوب المغرب العربي قاطبة عن عميق التقدير ووافر الاعتزاز بدوركم النضالي وصمودكم البطولي وتصديكم للمؤامرات الأمبريالية التي لا تستهدف العراق وحده في أبعاده الجغرافية وفي محيطه القطري، ولكنها تستهدف العراق في بعده وعمقه القومي، تستهدف الوطن العربي في بعده العراقي. لأعبر لكم عن الحس القومي الفطري الذي تأجج في صدور الجماهير المغاربية وتدفق بعفوية نادرة غداة العدوان الأطلسي على العراق، فتدافعت جماهير وفيرة تعد بمئات الآلاف في شوارع المغرب والجزائر وتونس وليبيا وغيرها من الأقطار المغاربية لتعبر بتلقائية عن عميق تضامنها والتحامها وتفاعلها مع العراق وقيادته المكافحة. وقد تعاظمت أعمال التضامن والالتحام والتفاعل المغاربية بالرغم من الخلافات التي قد تكون بين هذا الفصيل أو ذاك، ولكن التضامن مع العراق ودعم العراق أصبح قضية تسمو على كل الخلافات القطرية أو المغاربية، وأصبح التضامن مع العراق قاسما مشتركا وعاملا من عوامل التفاعل المغاربي الشعبي. ونشأت منظمات قطرية ولجان تضامن تضم أحزابا ونقابات بينها العديد من الخلافة في بينها، ولكنها التحمت وتفاعلت بفعل التضامن مع العراق. فكانت لجان التضامن بالمغرب الأقصى، ولجان التضامن بالجزائر، ولجان التضامن بتونس وبموريتانيا، وتفاعلت والتحمت هذه اللجان في العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية، فكان لها عمل مشترك في اجتماعات الأممية الاشتراكية التي تضم العديد من القادة والأحزاب الأوروبية الحاكمة وغير الحاكمة، وكان لها تفاعل وتضامن في العديد من المؤتمرات الدولية، وكان لبلاغاتها ومواقفها صدى وأي صدى في الأوساط الغربية الفرنسية والإنجليزية وغيرها، مما يدل على أن الحس القومي المغاربي جزء لا يتجزأ من الحس القومي العربي، وأن العراق ونضال العراق وصمود العراق في قلب كل عربي من المحيط إلى الخليج، من الماء إلى الماء. سيادة الرئيس، إننا نفهم جيدا ومنذ اللحظة الأولى مغزى تعبئة وتجنيد الأوساط الأمبريالية الغربية لتمديد الحصار على العراق، فتمديد الحصار على العراق هو نوع من استمرار الحرب والعدوان الذي طال العراق، العدوان الثلاثي الأطلسي. ويعني ذلك أن العدوان العسكري لم يحقق كل أهدافه، فكانت القوى الأمبريالية تسعى
إلى محاولة تحقيق هذه الأهداف التي فشلت في تحقيقها بواسطة السيف والنار عن طريق الحصار وتمديده. وقد كانت مواقفكم حكيمة ونافذة ومتبصرة حينما أفشلتم هذه المحاولة الجديدة وقبلتم بالمقررات والقرارات الأممية رغم ظلمها، لأنكم فضحتم بشكل واضح أمام الضمير العالمي النوايا الشريرة والخفايا السياسية الحقيقة الكامنة وراء دعوى الشرعية الدولية من خلال الحصار الاقتصادي المضروب على العراق. وحينما قبلتم بالقرار 687 أحبطت الأمبريالية وأصبحت دعوى الشرعية الدولية لا تمثل حجة مقنعة فكان الفرار إلى الأمام مطالبتكم بالاعتراف بقرارات أخرى، القرار 715 القرار 833. وحينما أحبطتم هذه المناورة الجديدة وأوضحتم للرأي العام الدولي وللضمير الإنساني العالمي حقيقة ومغزى الحظر الشامل على العراق بقبولكم لهذه القرارات أسقط في يد الأمبريالية من جديد، وأخذت تبحث عن دعوى جديدة لتبرر ما تسميه بالشرعية الدولية. وتبين للرأي العام الدولي وللضمير العالمي أن الذي ينتهك الشرعية الدولية وينتهك الحقوق الأساسية بما فيها حق الحياة في ظل شروط العدل والكرامة كما يدل على ذلك ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والتصريح العالمي لحقوق الإنسان، إن الذي ينتهك تلك الشرعية هي القوى الأمبريالية التي لا تريد أن تحتكم حتى للقوانين وللقرارات التي استخرجتها وفرضتها على مجلس الأمن. فكان من جديد الفرار إلى الأمام، وكانت آية هذا الفرار إلى الأمام هو القرار 986. وغاية القرار 986 هو التآمر على تنفيذ محتويات القرار 687 الفقرة 22 منه، لأنها تلزم مجلس الأمن بحكم القرار نفسه أن يلغي الحظر وأن يرفع الحظر. فكان التحايل على هذه الفقرة والتحايل على هذا القانون باللجوء إلى قانون جديد، إلى مقرر جديد 986 الذي يريد أن يبحث عن مبرر لاستمرار الحظر. هذه العملية إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الحظر والعدوان لا يعني ولا ينصب على ما مضمون القرارات التي استخرجت من مجلس الأمن ابتداء من قرار 661 إلى قرار 986، وإنما هناك خلفية سياسية محددة، هناك مؤامرة أمبريالية، هناك خلفية سياسية غير معلنة، ولكن الأمبريالية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تنفيذها عن طريق التلبس بالقرارات الأممية. وهذه الخلفية السياسية تتجه إلى محاولة تعديل موازين القوى في المنطقة في ظل التغيرات والتحولات الجديدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وانفراد الولايات المتحدة بالزعامة العسكرية والسياسية في العالم. وتعديل موازين القوى في المنطقة يعني إقامة أمن إقليمي أمريكي يسير من طرف الولايات المتحدة لخدمة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن تعديل الأمن الإقليمي في المنطقة في منطقة الخليج يصطدم بقوة سياسية واقتصادية عسكرية هي قوة العراق، ولا يمكن تمرير هذه الاستراتيجية وفرض هذا الأمن الإقليمي
إلا إذا دمر العراق، دمرت هذه القوى العسكرية السياسية العراقية. فكان العدوان، وحينما فشل العدوان في تحقيق أهدافه كان الحظر، وحينما فشل الحظر بحجة القانون نفسه، حينما قبل العراق بمختلف القرارات الدولية كان الفرار إلى الأمام. وكانت هذه الخلفية لا تستهدف العراق وحده، ولكنها تستهدف النظام الإقليمي العربي. فكان العدوان على العراق وفرض الحظر على العراق وإضعاف ومحاولة إضعاف العراق مدخلا إلى تفتيت النظام الإقليمي العربي. فكان تفتيت جامعة الدول العربية بسبب الاستقطابات التي طالت عددا من الحكومات والأنظمة. وكان إطلاق اليد لإسرائيل، فالمشروع الإسرائيلي الذي عرفناه منذ 48 من النيل إلى الفرات قد تكيف وتغير، وأصبح المشروع الصهيوني الآن من المحيط إلى الخليج عن طريق القوة المالية والاقتصادية والسياسية، معززة بالقوة المالية والاستراتيجية الأمريكية. فالأمر إذن يطال الأمة العربية بكاملها من المحيط إلى الخليج. ومن هنا يبدو الرهان، رهان العراق ورهان صمود العراق ورهان تحدي العراق. فرفع الحظر على العراق يشكل في الحقيقة منطلقا لنهضة قومية جديدة، يشكل في الحقيقة ضربا في الصميم لاستراتيجية الأمريكية الجديدة في المنطقة، وهي استراتيجية تربط ما بين الخليج وما بين الشرق الأوسط. وما يجري في الشرق الأوسط هو انعكاس لما وقع في الخليج، وما يجري في الشرق الأوسط هو محاولة لتكريس ما وقع في الخليج. ومن هنا يتعين على العرب جميعا حكاما وشعوبا وبخاصة الحكام الذين اعتقدوا في يوم من الأيام أن الأجنبي يمكن أن يحميهم، وأن الأمن الإقليمي يمكن أن يكون أمنا أمريكيا، وسوف يندمون على هذا التحليل الخاطئ، وسوف يندمون على هذه الخيانة القومية، لأنه لا يمكن أن يحمي أمن شعوب المنطقة ويضمن استقرارها سوى الأمن القومي العربي الذي يكرس ويضمن الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة. سيادة الرئيس، بالرغم من الوضع المتردي الذي تعرفه الأوضاع العربية، وبالرغم من انفراط عقد التضامن العربي، وبالرغم من الامتدادات ومن الأخطبوط الأمبريالي الذي تغلغل في كثير من الأقطار العربية، فإن الحس الجماهيري والإرادة الشعبية بالرغم ما تعيشه من إحباطات وما يطالها من سلبيات يظل قويا فاعلا مؤثرا. وآية ذلك هذا المؤتمر الشعبي الذي يضم القوى الشعبية، فهو يعكس جدوة الحماس ويعكس جدوة الإيمان التي تسكن قلوب الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج. آية ذلك هذه التحركات والنضالات التي نشاهدها في كل الأقطار العربية، برغم الظلم والتعسف وشروط الإحباط التي تعيشها الشعوب العربية. ومن ثم فإننا نعتقد أن لكل شيء نهاية، وأن مدة الحصار قد أوشكت على نهايتها، وأن الأمبريالية لا يمكنها أن تستمر إلى ما لا نهاية في التضليل
وفي التلاعب بالضمير العالمي، وأن صمود العراق وتباته ومصابرته قد أعطى الحجة على أن بلدا مثل هذا تلتحم فيه القيادة بالشعب ويلتحم فيه الشعب بالقيادة قادر على خلق المعجزات. وقد فعل المعجزات حينما أقام العمران وبنى ما خرب وأنشأ ما دمر بفضل الأيدي العراقية وبفضل الوسائل والمواد العراقية. هذا الشعب الذي يملك رصيدا قويا من الحضارة، ويملك رصيدا قويا من النضال، ويملك رصيدا قويا من الإيمان، الإيمان في الله والإيمان في الشعب والإيمان في القدرة الخلاقة للعراقيين، هذا الشعب لا يمكن أن يقهر ولا يمكن أن يغلب. فإليكم منا سيادة الرئيس كامل التضامن وكامل الدعم باسم جماهير أمتنا. وبهذه المناسبة نؤكد لكم يقظتنا ودعمنا لكل الأعمال والمبادرات التي تقومون بها في سبيل مواجهة الموقف وخرق هذا الطوق. وندين بنفس المناسبة كل المؤامرات والمناورات التي تعتقد أن العراق قد ضعف لكي تشرئب بأعنقها. ندين الغزو التركي لشمال العراق، ندين التصريحات التي أدلى بها القادة الأتراك فيما يتعلق بضرورة إعادة تحديد الحدود مع العراق، وهي تصرفات إن دلت على شيء فإنما تدل على نزعة توسعية عسكرية تارية مملاة من الحليف الأمبريالي، لا تقيم وزنا لعلاقات الجوار وعلاقات التضامن والتوازن التي يجب أن تسود لصالح المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين. ندين كذلك الوضع الشاد في شمال العراق الذي لا يستند إلى أي أساس قانوني، بل إنه خرق سافر لأحكام القانون الدولي ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة. ونعلن لكم مجددا أننا مع العراق، مع سيادته، مع وحدته، مع نضال شعبه حتى يتحقق النصر، ونصر العراق هو نصر للأمة العربية. والسلام عليكم. السلام. بارك الله فيك سيادة الرئيس القائد والملهم. أقف هذا الموقف في هذا اليوم وأشعر بابتهاج عميق وهام أن نرى الروح التي نشرها سيادتكم على مدى الفترة السوداء، فأصبح الناس يأملون ويفتتحون قلوبهم وقراراتهم ومواقفهم حين يرون الرئيس العظيم يواجههم في أقصى الحالات وفي أفضلها، يعيش معهم ويعيشون معه. هذا اليوم وهذا المساء الذي أتيح لنا شرف الالتقاء بكم وبإخواننا جميعا، لابد لنا أن نقول بأن ما عبر عنه الزملاء في هذا اللقاء هذا المساء يعبر عن روحي وعن روح كل مواطن، سواء كان في الأردن أو في فلسطين أو في شمال أفريقيا، كلهم يلتقون مع ما عبر عنه الإخوة الزملاء، ذلك أن العراق ليس مجرد يعني صورة جغرافية أو صورة من التجمعات الإنسانية، بقدر ما هو العراق هو المطبخ، خلينا استعمل هذه العبارة، لكل الروح العالية والفهم البعيد النظر والوعي على معنى
النهوض والتقدم، فيجد كل عربي وكل عربية في هذا الوطن من مشرقه إلى مغربه ومن شماله إلى جنوبه يرون في هذا العراق أملهم، وكل ما يتطلعون إليه وكل ما يأملون بأن يشهدوه قبل أن تفوتهم أعمارهم. هذه الصورة كما عبر عنها الإخوان سيدة تكلفه لأن ينقل رسالة لا يعرفه الرئيس، ولا هي تعرف الرئيس مباشرة، ولكن معنى وجود الرئيس ومعنى وجود العراق ومعنى نضال العراق ومعنى الحرب الذي خاضه العراق للحفاظ على روح الأمة وعلى مستقبلها وعلى نهضتها، هذه تركت آثارها في كل مواطن من أبناء الأمة العربية. العراق هو جزء من الوطن العربي جغرافيا، ولكن العراق هو الأمة العربية في هذه المرحلة بكل أبعادها ومعانيها. فنحن نأتي هنا لنتبارك، لأن نستشعر الأمل في أن ما ينتظرنا بجهاد ونضال العراقيين بقيادة رئيسهم ورئيسنا. أقول نأتي لكي نتبارك، لكي نضيف إلى ما في ضمائرنا ووجداننا أشياء وأشياء، لكننا في نفس الوقت نقول بأن ما يمكن أن يسمى ظاهرة عابرة ليست في العراق. العراق هو حقيقة مستقرة وحقيقة جذرية وأساسية لتعبر عن الأمة العربية، وليس عن شعب العراق فقط، وليس عن جار من الجيران، وليس عن موقف عابر، وإنما العراق بمرحلته التي اجتازها أفهمنا جميعا بأن المبادئ ليست كلمات تحفظ غيبا، وليست مجرد كلمات تنشر في الصحافة، وإنما المبادئ الشيء الذي يتحقق بالعمل والنضال، بوعي وبإرادة. ما شهدنا حتى الآن شيئا أهم مما عبر عنه الرئيس المحبوب، يعني نحبه ونخجل أن نقول هذه الكلمة، ولكننا نحبه ونحترمه ونقدره وسنظل. النجاح الذي عبر عنه الرئيس صدام ابتداء من ثورة تموز حتى اليوم كانت بناء متواصلا أصيلا هاما تاريخيا، وكان علينا أن نتلقف هذا وأن نشارك في تعميق جذره وقواعده، ليكون ليس لنا فقط وإنما للمجتمع الإنساني الذي هو بحاجة لتصحيح كل توجهاته، فليجد فيما بيننا الروح العالية والمبادئ السليمة والالتزام الكبير والعظيم بكل المبادئ التي يعني نفخر بأننا من الذين عاشوها ويعيشونها وسيظل يرافق حياتنا إلى آخر ساعة. أقول أن هذا العراق ليس عراقا فقط الزيارات والحفلات وما إلى ذلك. العراق هو بناء المستقبل، وهذا أمر أساسي جدا. ونحن إذا قصرنا حتى اليوم في معالجة قضايا المستقبل، فإن العراق وضع الجذور الأساسية ووضع القواعد الأساسية لبناء المستقبل، وأنا على ثقة وإيمان بأن ما بدأه الرئيس صدام حسين وما أنجزه قبل الحرب
وأثناء الحرب وبعد الحرب يعطينا كل الأمل وكل الإيحاء بأن المستقبل سيكون لنا، وعلينا أن نعد أنفسنا لنتحمل مسؤولية المستقبل ومسؤولية الإنجاز العظيم لتاريخ يسجل لنا ولقيادتنا في هذا الموضوع. فلا نكون غرباء عن المجتمع الدولي، ولكننا نكون في قلب بناء المجتمع الصحيح. وشكرا سيد الرئيس. حيا الله العرب. الله يلقاك وحفظك. حياكم الله في بغدادكم. بغداد العرب ماضيا وحاضرا ومستقبلا إن شاء الله. بغداد تفخر بكم كمناضلين عرب تواصلون المسير من أجل خدمة أهداف أمتكم. كل واحد منكم على الطريق التي يختارها واختارها، وكلنا معا في الطريق وصولا إلى ما يجعل أمتنا في حالة أفضل إن شاء الله. أبلغ المعاني التي بالإمكان الإشارة إليها هو في هذا اللقاء واللقاءات المماثلة. من نحن؟ سيكون الجواب نحن عرب. وكل الخطط على الطرف المقابل المضادة تفهم مدلولاتها من هذه الإجابة. أمة واحدة بشهادة أبنائها، الجميع يقول بأننا من أمة العرب. أما كيف يعبروا عن حالة الأمة في المعاني القانونية، المعاني الدستورية، مع المعاني التضامنية، فهذا شيء آخر. ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر في القول بأن الأقطار العربية، الدول العربية، اليمن، السعودية، دول الخليج، مصر، السودان، الأردن، سوريا، لبنان، كل المغرب العربي الكبير، الكل عرب. هذا ليس اختراع هذا الجيل، وليس اختراع أحد منا. هذا هو الحقيقة التي تكونت تاريخيا عبر آلاف السنين، والشاهد فيها في كل الآثار الموجودة في الوطن العربي، والكتابات القديمة عن الأمة وتواصلها وصلاتها وهجراتها ورحلاتها وتفاعلها. هذه الحقيقة التي هي ليست اختراع وليست مجرد رغبة إلى جانبها حقيقة أخرى، أن هذه الأمة قد جزئت ليس بمعنى إعطاء الخصوصية ما يحفزها على الاستمرار والتفاعل في حضن الأمة الواحدة، وإنما جزئت لتشوه، جزئت لتمزق، جزئت لتضعف،
وهذه الحقيقة لا يقول بها المناضلون العرب فحسب، وإنما يقول بها حتى الحكام العرب أنفسهم. عندما تسأل الحاكم العربي من أنت، سيقول إنه عربي، وعندما ينحرف عن هذا المعنى فإنه يحرض بنفسه على سياسته المضادة للمعنى الدال في قوله إنه عربي. هذا المعنى بهذا العرض الموجز المبسط، أعتقد من المناسب جدا بعد سلسلة التجارب التي مضت أن كل حاكم عربي يتمعن فيه، وعندما يتمعن فيها بمسؤولية فإنه لو أراد سيختار طريق يقربه إلى شعبه وإلى أمته، لا يقربه تقريب مؤقت بصيغة النزعة أو العبور المضطر في ظرف خاص، وإنما سيقربه بمعنى التواصل التاريخي بينه وبين شعبه وأمته، وسيدين في نفسه القوة بمعنى الاقتدار وليس بمعنى الوصف الفني للقوة. وعندما يشعر بالاقتدار سيتعمق إيمانه، لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإداء واجباته هو نوع من الاقتدار بعد الاهتداء إلى نفسه. وعند ذلك سيطمئن، والاطمئنان حالة أساسية للفعل الدقيق المستمر إلى أمام. وسيجد نفسه بأنه بحاجة إلى أي شأن في شعبه، وبحاجة إلى أي شأن في أمته، وبأنه كبير بهم وهم سيغدون في حالة أفضل عندما يكون متفاعل معهم بهذه الروحية. سيتولد لديه إحساس بأنه جزء حي في الكثرة وليس حالة ضعف من قلة. وعندما يتكون مثل هذا الشعور فسوف تتجنب الأمة انحرافات كثيرة وضعف كثير، وفعل إلى الخلف يقابله فعل إلى الأمام، وما ينجم عن التصادم من تضحيات وخسائر، بل وعند ذلك وما يتصل بكل هذا سترتب الخطرات على أساس أن المستقبل أكبر من الحاضر، وأن الماضي عمقهما العميق. وعند ذلك سوف لن تصور الخطوة بأبعادها بأنها أكبر من استحقاقها، وسوف لن تتأخر خطوة عن لحظتها عندما يحين زمانها وعندما تستوجب الفعل إلى أمام.
في لقائكم اخواني في بغدادكم هذا كما اتصور كعربي جزء منكم وجزء من امتنا حيثما كانت منتشره في الوطن. لقاءكم يحمل هذه المعاني، يحمل معاني القول انكم عرب، فاي واحد من اخواننا العرب وجميعهم اخواننا اخواني بمعنى انهم جزء من امتنا وان رفضوا وبمعنى ان الضعف فيهم يضعفنا وبان الاقتدار فيهم يقوينا جميعا. اقول عندما يتمثل هذا المعنى لو نزلوا الى الذي يشك منهم في انه جزء من أمة، والقصد ليس توجيه سهام لإضعافهم وإنما أن نساعدهم بالنصيحة، لمن يحتاجها، والذي لا يحتاجها نشكره أنه يسمع. المقصود أن نساعد، أن نعاون، أن ندل، وأن نتهيأ لأن نسمع منهم ليدلونا، بأن عنصر اقتدارهم الأساسي هو أن لا يخلق التناقض بين حقيقة الحال كما هو مولود تاريخيا وكما يحسه الشعب وحقيقة التصرف أيا كان هذا الحاكم. أنا أقصد الذين تنطبق عليهم الحال. وعندما يحل التناقض، عندما يسأل أي مواطن في شعبهم من أنت، سيقول اسم البلد الذي ينتمي إليه، إلى أي أمة أوسع من هذا تنتمي، سيقول بأنه ينتمي إلى الأمة العربية. إذن أي تناقض في فعل أي حاكم، لنقول أن الذي سيسأل سيكون مثلا من العراق، عندما يسأل أي عراقي من أنت، سيقول له أنا فلان، من أين أنت، سيقول له من العراق، إلى أي أمة تنتمي، سيقول له الأمة العربية. هذه الحقائق إن لم تحول إلى سياسة فسوف تخلق التناقض بين تصرف الحاكم وبين الشعب. فأي حاكم يحرص على أن يكون جزء من حالة الاقتدار العليا بعد الله سبحانه وتعالى، وحالة الاقتدار العليا بعد الله سبحانه وتعالى هي إرادة الشعب، عليه أن يدرك هذه الحقائق وما يقاس عليها وما يتصل به. هذه الحقائق أنه في الوطن العربي هنالك أقطار، هنالك دول، والشعب منتشر في هذه الدول. هذه الدول لها خصوصياتها وقد تكونت تاريخيا، بعضها من آلاف السنين وبعضها من مئات السنين وبعضها من عشرات السنين. وفي نفس الوقت هنالك حقيقة وليس اختراع، أن هذه الدول هي جزء من أمة عظيمة تكونت تاريخيا
تحت هذا المفهوم وكونت دولة ضمن مفاهيم عميقة وعظيمة حتى أصبحت منارة الإنسانية وليس منارة حالها فحسب. وأن هذه الأمة قد فعل في تجزئتها الأجنبي بما يضعف، فالشحم وينتمي إلى هذه الأمة هو الذي يغير من واقعها بما يجعلها في حالة أفضل. فعلينا أن نعاون أنفسنا أخواني عندما نشير إلى الخطأ، نؤشر الخطأ نعاون أنفسنا، نؤشر الصواب قبل ذلك ثم نقيس من إشارة الصواب الخطأ فنؤشر عليه ثم نمضي، نحاول أن نقوي الضعيف وإذا رفض فلنا معه حديث آخر. الذي يخشى الأجنبي علينا أن نقدم له العون الذي يجعله في وضع قادر على أن يواجه الأجنبي، بمعنى ليس شعارنا هو كيف نواجه الأجنبي أي أجنبي، المقصود الأطماع الأجنبية غير المشروعة في بلادنا وفي أمتنا وعلى حساب شعبنا وأمتنا. الضعيف اقتصاديا ويخضع لرغبات الأجنبي أو لمخططاته، علينا أن نتلمس إيجاد عناصر الاقتدار بالحد الأدنى التي تمكنه من أن يجتاز ليصبح في حالتنا. الذي يطلب الحماية الجماعية علينا أن نوفره له، أن نوفرها له، لكن بشرط أن لا يجعل من حال ضعفه ميناء لأساطيل الاستعمار لكي تضرب حالة الاقتدار في الأمة أو حالة اقتدار الأمة. الذي يطلب الأمان علينا أن نسعى جماعيا أن نوفر له الأمان، بشرط أن لا يكون جاسوس الأجنبي وسط الأمة. وعند ذلك وفي كل هذا وفي غيره كثير من الأوصاف بإمكاننا جميعا أن نكون في حالة أخرى، بإمكاننا جميعا أن نصل إلى حالة الاطمئنان. ولكن شر ما يواجه الأمة أن تساوي بين الخبيث والخير، بين الشرير وابنها البار، بين الوطني وبين الخائن، بين من يدوس على دماء ابنائها وبين من يحاول أن يمنح من الحياة من مستلزمات الحياة كوسيلة كسبب، وإلا الحياة من الله سبحانه. أن يوفر جانب من مستلزمات الحياة لأبناء شعبه والأمة. لا يكفي أن نصف السلبي في أمتنا، لأنه ليس هنالك أمة ليس فيها سلبي على الإطلاق، أي أمة التي تعتقد بأنها إنما ترتقي سلم الاقتدار أو معاني القوة ضمن ما يفهمون ففي هذا عناصر ضعف كثيرة، والتي تعتقد بأنها ما زالت في طريقها لتصعد ففيها كذلك معاني ضعف ممكن الإشارة إليه.
ولكن الأساس، الأساس في الأرض. لكل ما يحمل عناصر الاقتدار الجدية في أي أمة، وهل إنها عادلة تجاه نفسها؟ تسأل نفسها، إذا كان الجواب نعم تسأل نفسها هل هي عادلة تجاه الإنسانية؟ وعندما يكون الجواب نعم فتكون بعد الاتكال على الله في معاني عالية من الاقتدار. إذا ما ظلمت نفسها بالتغافل أو بالتقاعس أو بالضعف الذي لا تنزع منه ما يضعفها فيه، أو في عدم الإشارة إلى عناصر وتشخيص عناصر الاقتدار وتبني عليها لتصبح في حالة أفضل، أو عندما تظلم الآخرين في سلبهم حقوقهم، فإنها ستكون ضعيفة. والأمة العربية بكل ما قيل ويقال عنها ليست في حالة ضعف، أبدا ليست في حالة ضعف، أبدا أبدا. حالة صيرورة، حالة ولادة، حالة تطور، حالة تعبير عن الذات بمعاني عالية، بمعاني إنسانية عالية، وحالة هجوم مقابل من قوى الشر تعاكسها في الاتجاه وتشهر بوجهها كل إمكانية التدمير لتسفر عن كل المعاني التي كانت تخفيها من قبل. ما معنى أن تسفر القوى المضادة عن كل المعاني اللي كانت تخفيها من قبل تجاه الأمة وكانت تجملها بشعارات وأغطية؟ معنى هذا أن أساليب العدو في حالة ضعف، أن الأساليب السابقة التي كانت تغطى وتجمل وتحقق أغراضه ما عادت قادرة على أن تستمر لتحقق أغراض فأسفر. وفي المعارك العظمى اللي خاضتها الأمة خسر الكثير من الناس الذين تعب عليهم لعشرات السنين لكي يجملهم ويعتمد عليهم بصيغة الصداقة، بصيغة التبعية، بصيغة من الصيغ، خسر الكثير. ونحن كأمة أيضا ضحينا بالكثير، ولا أقول خسرنا الكثير، لأن النضال وتضحيات النضال ليست خسارة، وإنما هي مستلزمات لا بد منها للعبور. علينا أن نشير إلى الضعف بتوازن، وقبل أن نشير إلى الضعف علينا أن نشير إلى عناصر الاقتدار في الأمة لنبني عليها ونطورها لتكشف لنا موضوعيا وبتوازن. عندما نحدد وصفها أي عناصر الاقتدار، لتكشف لنا عناصر الضعف بحجم ووصف الموضوع، وبالتالي يترشح عن هذا وذاك ما يستلزم لنضعف عناصر، أي بمعنى نقلل عناصر الضعف فينا ونبني على عناصر الاقتدار فينا لنصبح أفضل. حيا الله العرب، العرب بخير إن شاء الله. ما طول أنتم تقولون أنكم عرب، خلاص عرب. والله نحن عرب، والله عرب بمعنى
بمعنى شعب يتكون تاريخيا ليعبر عن معاني الأمة بمعنى الصلة الواحدة والموقف الواحد وباتجاه واحد. فإذا الأمة العربية بخير، حيا الله العرب، حيا الله العرب. في العراق، في بلدكم العراق، ليس لدي ما أقوله إلا أن أقول بأن المعاني التي عبرتم عنها تجاه شعبكم العراقي، شعبكم في العراق، شعبكم سيسمع، وأعتقد بل وأؤمن بأنه سيفهم كل كلمة فيها، وسيكون وفي للمعاني التي تحدثتم عنها. وفيما يتعلق بنا نحن جزء منكم وجزء من شعبكم في العراق، فلا يمكن إلا أن نكون جزء من هذه المعاني التي تحدثتم عنها. وقبل ذلك كنا قد اخترناها اختيار نضال واختيار جهاد، وليس مجرد تحسس عام لها ولمعانيها، وإنما انتمينا لها ونعتز من أهم وقد يكون أهم الأشياء أو الأمور التي نعتز بها، هو أننا عندما انتمينا كنا صادقين، وبقينا صادقين والحمد لله. لم تغيرنا السلطة، لم تغيرنا، إلا أضافت لنا شعور المسؤولية، شعور معنى الصدق بوعد تجاه شعب كامل وأمة بكامل. كنا قد أعطيناه عندما كنا تلاميذ، وتعمق فينا مع مسار الزمن. وحدة الأمة قدرنا، أما كيف تتم الوحدة وكيف يؤشر على الخصوصيات لتصبح جزء حي في الأمة، وكيف تبنى عليها الخيمة الأكبر، فهي ظل محل حوار المناضلين والشرفاء في الأمة كفر. ولكن وحدة الأمة قدرنا، قدرنا، وبهذا الوصف فإننا عندما نلتزم به ونتحدث عنه فإنما نزيح عن طريقنا حالة التناقض بين الحقائق وبين الاختراع، بين النزوات وبين الإيمان. وبالتالي نوفر لنا فرصة الطمأنينة الكاملة التي تبدأ في النفس وتتغذى من عروق معاني الانتماء، وتتطلع بعد الإيمان بالله إلى أمة عظيمة أكبر من أي قطر فينا، أي قطر من أقطار، وإلى مسار عظيم أكبر من أي واحد فينا، وإلى نتيجة عظمى أعلى مستوى وقيمة من أي نتيجة على مستوى أقل حال أو مساحة أو افتراض. حياكم الله، كثير شكرا لكم على هذا التقدير، حياكم الله.